ومن العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا الأستاذ خليل القريوتي الكاتب الصحفي. بعد التحية يعني أستاذ خليل، تابعنا صباح اليوم القمة التي كانت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ملك الأردن. يعني أهم الرسائل التي يمكن أن نخرج منها من هذه القمة. سيدتي، بداية كما تعلمين ويعلم الجميع أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل نموذجا من نماذج التكامل العربي على كافة الصعد، سواء على الصعيد السياسي تطابق وجهات النظر تجاه قضايا الأمة وقضايا السياسية، أو على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التجاري. يعني العلاقات الأردنية المصرية مميزة، ولكن الآن يعني تبرز العلاقات السياسيه والتنسيق السياسي بين الاردن ومصر تجاه ما يجري في غزه، وخاصه كما تعلمين ان مواقف مصر والاردن تجاه دعم الاشقاء الفلسطينيين ثابته ولن تتغير في الحفاظ على المقدسات الاسلاميه، في الحفاظ على ثبات الفلسطينيين على ارضهم. وكما يعني استمعتم الى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحات جلاله الملك حول دعم الأشقاء في أماكنهم وعدم الدعوة لتهجيرهم من أماكنهم حتى لا تكون هناك عبادة جماعية وعمليات تطهير في سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية. الآن يعني ما يجري من تصعيد إسرائيلي يعني على غزة، وبالتالي إذا سيلعكس الضفة الغربية، هذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك، من أن يعني ثبات الأشقاء في غزة وثباتهم في الضفة الغربية يمنع المخططات الإسرائيلية من تهجير السكان الفلسطينيين سواء إلى سيناء أو سواء إلى يعني نستطيع أن نعتبر أن التصريحات الرسمية المصرية والأردنية اليوم بالرفض التام للتهجير الفلسطيني، هذه التصريحات أو هذه المواقف الواضحة من الممكن أن تقطع الطريق وتفشل السيناريو الإسرائيلي؟ نعم يا سيدتي، هي تصريحات يعني هناك بعد سياسي واضح من التصريحات سواء من القياده المصريه والاردنيه تجاه ما يجري ومن مخططات اسرائيل لتهجير السكان وبالتالي لاقامه الدوله اليهوديه كما تعلمين. هنا يعني جاءت تصريحات سياسيه على اعلى المستويات في الاردن ومصر لتقول للعالم باجمع، رساله للعالم باجمع انه الاردن ومصر لن يقبلا هذا التهجير ولن يكونا مع هذا التهجير، وسيدعمون ثبات وصمود الاشقاء من خلال المساعدات، من خلال حجم التأييد الدبلوماسي الدولي والاتصالات السياسية التي تقوم بها مصر والأردن على مختلف الصعد مع القوى الدولية المؤثرة تجاه ما يجري في غزة وتجاه ما يجري من قصف وإبادة جماعية. وكما قال جلالة الملك وقال الرئيس عبد الفتاح أن هذه الحرب ستجر المنطقة إلى كارثة وإلى عدم الاستقرار وعدم الأمان، يعني لن تنعكس فقط على إسرائيل، ستنعكس على العالم بأكمل، لأن هذه القضية مرتبطة بأمن واستقرار المنطقة والعالم، خاصة وأنها تمس الأمة العربية بشكل كامل وليس الفلسطينيين لوحدهم. وتأكيد الأردني المصري على هذا الدعم وتأكيد البرلمان العربي كما قبل قليل يعني وقوف العرب كاملين مع الأشقاء الفلسطينيين. من جهة أخرى أستاذ خليل، يعني الدعم الأمريكي المطلق وغير المشروط وكما شهدناه من خلال زيارة جو بايدن بالأمس إلى إسرائيل، إلى أي مدى يؤثر هذا الدعم المطلق على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؟ يا سيدتي، هو يعني الفلسطينيين اعتادوا على هذه التصريحات الصحفية سواء الأمريكية أو الدولية ودعمها لإسرائيل، ولكن ثباتهم لا يعني لا يتاثرون بمثل هذه التصريحات لانهم ثابتين على الارض، ولن يعني هي عباره عن يعني اكثر ولا اقل دعايه، والاصل هي من الاساس الاسلحه الاسرائيليه اسلحه امريكيه، ومن الاساس الدعم الاقتصادي لاسرائيل دعم دولي، لكن الدعم العربي والدعم الاسلامي للفلسطينيين واهل غزه يعني اعطاهم القوه في الثبات وفي المقاومه وفي مطالبه بحقوقهم الشرعيه لاقامه دولتهم وفي ثباتهم على ارضهم. هذا كما تعلمين هناك القوى الدوليه دائما تضغط من خلال تصريحات صحفيه ومن خلال ارسال الامدادات سواء الى اسرائيل او سواء الى على الصعيد الاخر الى اوكرانيا، لكن بنفس الوقت الشعب الاصيل الباقي في ارضه لن تهمه هذه التصريحات ولن يتاثر
بها. ولكن لا ترى يا استاذ خليل ان يعني هذه الزياره بالامس تعطي ضوءا اخضر لسلطات الاحتلال لمزيد من سفك الدماء ولمزيد من التصعيد العسكري داخل قطاع غزه؟ كما اسلفت ممكن انه يحدث ذلك، ولكن بالمقابل هناك حسابات اخرى، حسابات دوليه اخرى، يعني خاصة انه يعني هذا اذا زاد التصعيد وزاد هذا التحذير المصري الاردني من زياده التصعيد وزياده سفك الدماء يؤخذ بالحسبان سواء على الصعيد الامريكي او على الصعيد الاسرائيلي. لن يعني تمر تصريحات القمه المصريه الاردنيه بدون ان يكون لها حسبان سواء على الصعيد الامريكي او الصعيد الاسرائيلي، ولن تكون هناك اي تصعيد اكثر ما جرى، يعني خاصه ان هناك علاقات يعني جوار وعلاقات اتفاقيه السلام، وسيكون لها اثر عكسي وسلبي فيما لو زاد التصعيد الاسرائيلي اكثر مما هو عليه الان. اشكر جزيل الشكر الاستاذ خليل القريوتي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان.